عمرك يوم فكرت انه احد اساطير المرعبة اللي عند العرب اللي نخوف بها اطفالنا راح تصير بلعبة فري فاير؟ وهذا هو يا اساطير اللي راح يصير اليوم. في شيء اكيد انك سمعته لما كنت صغير لما يقولك نام قبل ما يجيك فاهمين كيف؟ فالاهم هذيك راح نحطها بالمقطع. والسؤال من وين راح اجيب هذه الاسطورة المرعبة؟ اوكي يا شباب معك الاخانس ما تخافش، هذا سكين يوميا قدامكم ما نقومش تشوفون فيه. ولا يا شباب حتى انا انصدمت لما لقيته. اوكي يا شباب خلينا نغير شخصية بنت. اوكي اعطيني شخصية ايوه مثل شخصية بنت زينة. اوكي يلا نروح لهون الخزنة. وهو يا شباب راح تنصدموا انه قارينا حتى شيء زي هيك. قارينا ليش حتى شيء زي هيك في لعبة؟ اوكي ثواني 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 ايوه اوف والله عن جد مرعبة يا اخي يا اخي والله مرعبة. هذول الرجلين اللي يعني هذول 90% من الاسطورة فاهمين كيف؟ يعني من فوق لازم تكون جميلة تمام وتلبس ثوب طويل ومع هذه وهيك يا شباب راح تزبط معانا. اوكي يا شباب راح نخوف الاطفال عارفين؟ وحتى لو كان اللي ضدي كان كبير راح يخاف مني عارفين ليش؟ خاطر اي شخص مقارنة بي انا يعتبر طفل. استغفر الله يا ربي هذا مغرور بس هذه الحقيقة يا شباب. اوكي يا شباب وهي هو اللبس اللي راح اضبطه في هذا الموضوع. اوكي ليش تصرخ هذه؟ ثواني. اوكي يا ستيري راح لا قسما بالله هذه تخوفني يا شباب انا احكي في موضوع مرعب وهذه تصرخ من نتيجة. اوكي ما راح المز السكين. اوكي يا ستيري خليني احكي لكم على السكين اللي راح اضبطه الحين تمام وشوفوا الفكره عشان يقعون في الفخ عشان اقدر اطفل الصغار. اعطيهم الحلوه. اوكي يا اساطير هيو زي قاعدين ما تشوفون قدامكم شوفوا هيو الوجه الجميل والنظارات والشعر المرتب الحلو. اوكي اللي بعده راح تكون يا عمي لا تصرخين خلاص مزحنا معك لا تموت خلاص. اوكي يا اساطير هيو هذا يعني ما لقيتش ثوب طويل فهمي كيف لبستها هذه الطويله وهذه ازعجتني من كثر صراخها واعطيتها سروال اسطوري شباب طويل ومفخفخ شوي عشان يغطي الاكثر حد من الرجلين عشان لما يشوفني يجيني ما يركز في رجلي يركز في رجل المعزة فاهمني كيف؟ فلما يجيني طول اكشف له عن ساقي وقوتي. اوكي يا ستيري يلا بينا ليتس جو. ويلي 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 عمركم يا شباب يوم هيك فكرتوا انكم تكونون في الطائرة هيك جالسين في امان الله يكون معكم وحش مخفي عن جد يا شباب اسطورة من اساطير العربية المخفية. اوكي لننزل بيك خطتنا في ذا الموضوع يعني مو راح يجوني طول وشوفوا شوفوا الرجلية مو مبينة. اوكي يا رجل مو مبينة هذه هي الخطة في كل موضوع. اوكي يا شباب راح اقول لهم تعالوا خذوا الحلوى هم لما يجوني وانا اعطيهم الحلوة الحقيقية تمام يا شباب راح تشوفون اشي خطير. اوكي يا شباب في ناس نزلت هون. اوكي خلينا ناخذ حقيبة اول اشي يا شباب عشان اعبي فيها الحلوة وناخذ هذا الفامس الجميل. اوكي هذا يا شباب بدوش حلوة باين عشان هيك انا قتلته مباشرة. اوكي في موضوع يا عمي تعال 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 اوه 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 يا لهوي يا لهوي يا لهوي خذ الحلوى خذ هذا جيني يا شباب طمعته يا شباب مش من الاول مش من الاول فاهمين كيف؟ فثواني خلنا نستعمل وحده الدم ايوه ايوه هذه تعال ايتها الفتاه الجميله اعطيتها ما بديش مش الحين مو الحين ايوه ايوه هذا بده حلوى تمام تعال خذ الحلوى الحلوى يا صديقي الجميل ويلي 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 شباب اربع اعطيتهم الحلوى يا شباب شوف كم من واحد راح ياخذ حلوى راح ايوه ايوه شايف يا حبيبي تعال خذ حلوى انه هالوين العرب هذا هالوين العرب ويلي ويلي يا شباب خمسه اعطيتهم الحلوى اوكي في ناس كثير مليان اوف اوف اوف, أوف. سانسحب اروح اجيب الحلوى شباب انا ما خفتش الحين انا رحت اجيب الحلوى فاهمين كيف؟ اوكي يا شباب يعني في اطفال ما اخذتش الحلوى خليني اروح لهم الحين يا شباب تعالوا اوزع حلوى مجانا انا الحين حلوى مجانا حلوى ويلي يا اكو اصبر بخليني اتخبى له هون عشان ياخذ حلوى من المرتاح المسكين يا انها الحلوى
حلوة حلوة. يلا يلا تعال تعال تعال. حلوة 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 مجانية لكل لاعبي سيرفر مينا. الموضوع بلش ينجح يا شباب، وهي راح تكون البوية بأحد أساطير العرب يا شباب. طبعا يا شباب بخاف أني قاعد ألعب الحين عن جد تطلع لي. تخيل شباب تصادف في المقطع تطلع لي تقول لي السلام عليكم، من يذكرني بالخير أجي؟ من يذكر هذا شكله قاعد يذكرني. اصبر اصبر لازم افجع يا شباب، لازم افجع. شوف 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 يا لي 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 لي. ايش كان بده يسوي والله؟ يا اوكي حلوة 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 حلوة. اوكي يا شباب اللي مش عارف يا شباب ومش فاهم الموضوع انا ليش شباب حسيت عن جد الاسطورة اجتني، مش عارف ممكن هي هون. استغفر الله يا شباب، يا ربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شباب نازل اطارد في الناس، صرت مطارد يا شباب من قوتي الخاصة بهذه الاسطورة. اوكي مش عارف انا مين ضدي ومين معاي وكل البيك مليانة يا اخي. اوكي اوكي شكله في ناس هون. اوكي خليني اروح اقتل هذول. هذول دايما في هذا المكان لما تفوت تلاقي واحد مدمج، وهاي يا شباب عن جد راح احكي لكم. شوف لما تجي هون بكل بساطه راح تلاقي اي شخص مدمج، ايزي بيزي. هاي مدمج يا شباب مدمج. الموضوع ما يستحقش نقاش. شايفك 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 شايف شباب، ما راح ابوش على عطور، راح اغدرها غدره بسيطه. تمام اوكي في حقيبه، لازم احمل حقيبه عشان اجمع فيها حلوى كثير. يلا يلا ايزي. خليني وتروغن. شفتوا يا شباب قاعد الوت وهي قاعده تموت، فاهمين كيف؟ شوف شوف مثلا كلت كلت سبحان يا عمي. تعال انت تعال وتعال انت تعالوا في اثنين خذوا الحلوى. ولي 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 ولي. تعال 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 خذ الحلوى، الحلوى مجانية لهذا اليوم. ليش فتحت الحقيبة؟ الاثنين انوب من بعض يا اخي، الاثنين انوب من بعض. تعال تعال الحلويات مجانية للي ليش ما ضربني؟ يلا يلا لاحق اللي بعده. اوه هذه راجعة بدها تن يا الله يا الله. انا ما بضربش الا ثلاث ضربات، اضربيني زي ما شئت، انا رح اضربك ثلاث ضربات بس. هذيك المسكينة سمعت انه عندي حلوى وجاي تجري يا شباب، فاهمين كيف؟ جاي تجري بالتروجن. ايوه شفتك 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 شوف شوف على بال وراح اجي من هناك. انا راح افوت له من هنا من هنا ومن هنا وتفاجئ. طبعا يا شباب انني غبي، الحركة موجودة، كل شيء موجود، الذكاء موجود، بس مش عارف انا ليش ما جبتها فيه، ما صوبت عليه، مش عارف. ويلي ويلي شباب في واحد يشحن دروب. اوكي مع الدروب راح تجيك حلوة. شوف سبحان الله ربي كريم يا تصبر ويعطيك دروب وحلوة. تعال 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 او ما وينو يا والله ما ماتها او ما او ما. حلوة 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 حلوة. في واحد دخل المستودع يا شباب، راح يدخل الحين الى قلبي لاني ساعطيه الحلوة. يلا 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 ادخل ادخل، راح افوت له للمستودع بهذا الدراجة النارية. في فايت في فايت لداخل في فايت لداخل في فايت لداخل. لو 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 اخي ليش تعاركون؟ اطفال صغار. ويلي ويلي لا تتعاركون وانا موجوده، الحلوى والحلوى موجوده تتعاركون. لن تنفذ الكميه لن تنفذ الكميه، كلكم سيأخذوا حلوته. يا شباب تخيلوا تخيلوا مثلا انتم اللي تشاهدوا المثال في كميه لايكات لا تنفذ، انت ستحط لايك وسيحط لايك، لماذا تتعاركون على زر اللايك؟ فاهمين كيف؟ الكل سيحط. فهذول يا شباب وجدتهم يتعاركون على الحلوى والحلوى لا تنفذ. اوكي يا شباب باقي 10 منهم، انا يعني باقي 9، لازم هذول 9 ياخذوا الحلوى يا شباب. انا تكلمت صاروا 8 باقين. اوكي يا شباب أوكي. في واحد عنده سيارة جاني بالسيارة، يلا عملية توصيل. شباب شفتوا معناها أنا أوصل الحلوى عن طريق الدراجة النارية، هل يوجد شخص يوصل طلباته بالدراجة النارية؟ أوكي أوكي في هون بسيطة جدا، أعطيك هيت شوت، لازم أعطيك هيت شوت وأنت في السيارة. انزل 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 يا حبيبي يا غالي، قوم قوم قوم
قوم قتلتك اصفر لازم تموت اصفر مره اخرى. ويلي ويلي باقي خمسة، المفروض هذول الخمسة ياخذوا حلوتهم يا شباب. ولا يا شباب اغبياء، المفروض اي واحد ياخذون من عنده الحلوة لازم يشوفون رجله، تشوفون رجله، هي هي الرجل معزة ومش عارف زي ما انا يعني، طبعا مو انا رجلي معزة، هذه رجلها معزة، فاهمين كيف؟ اوكي اوكي، هذا 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 هذ. جاتك 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 اللي ما ترحم، جاتك جاتك، التفت وراك التفت وراك، خذ حلوة خذ حلوة. ايوما 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 ويلي ويلي، ولا مليانة، ولا ولا كنت انا راح اخذ الحلوة. انا اخذ حلوة، في في واحد في واحد في واحد، طبعا طبعا يا شباب تلجأ. اوف اوف اوف، ولا المكان مليان، ولا المكان مليان، خربت الدنيا يا جدعان. ويلي ويلي، بقينا ثلاثة. اوكي يا شباب، بما انه بقينا ثلاثة خليني اسوي هيك واجي من هون. اوكي 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 اوكي، هذا بده يجيني، يلا اوكي اوكي، بقيت انا والاخير. شوف هذا ليش جيني بالسيارة يجري مستعجل على الحلوة يا اخي، سبحان الله. يلا تعال تعال انت، بقينا انا وانت، يا تعطيني حلوة يا اعطيك حلوة، طبعا انا حلوتي لذيذة ألذ من حلوتك، راح تاخذ حلوتي. 12 الضحية على يد هذه الاسطورة. مرة من المرات جاني هذا الوحش وصار بده يعطيني حلوة وانا قلت السلام عليكم. طبعا يا شباب فرحان، كنت لما كنت طفل صغير عمري 4 سنوات كنت احب الحلوة، كان بدي حلوة، فلما اعطاني الحلوة اوكي هيو جاي جاي. خليني احكي لكم القصة واقتله في نفس الوقت. اوكي لا لا، لازم الف له من هون، الف له من هذا الاتجاه عشان ارعبه. فلما جاء بده يعطيني الحلوى انا قلت له تعال اوكي اعطيني حلوى، وانا مديت ايدي هو خطفني واكتشفت انه رجله رجل، هذه رجل معزة. فانا خفت يا شباب وتحولت الى باتمان وصرت اطير، فاهمين كيف؟ I see you. Do you want to play hide and seek? ولا اسوي حركة جريني يا شباب. هلا وينك؟ يا اخي وين متخبي هذا؟ الحلوى مجانية. يا خيب لا، خلينا نشوفوا ايش بده يسوي. شباب شباب راح اعذبه، تمام؟ يلا هذه اوكي. طلقة بس طلقة بس، خليني اشوف ردة فعله، طلقة بس وطلقة بس. على بالك يا بني هذه تقدر تكسرها. اصبر اصبر. اصبر اصبر اصبر. يلا تعال موت يا اخي، موت موت، خذ الحلوة، خذ الحلوة، حلوة 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 حلوة. قلت لك يا شباب اي واحد يتقابل معي عبارة عن ولد صغير. يا شباب الغريب في الموضوع، من زمان ما جبتش باي، تمام؟ لما جبت باي برجلين معزة، يعني انا معزة والمعزة جود، يعني انا جود. اوكي يا شباب هيو كان مقطعنا اليوم، اساطير ما تنسوش تكتبوا لنا ايش تسمون هذا الوحش عندكم، تمام؟ طبعا يا شباب عندنا احلى، لو اقول لكم اسمه راح تنصدمون، احنا نسمون هذا الوحش عبيثة. اوكي يا اساطيري زي ما قلت لكم هذا هو كان مقطعنا اليوم، لا تنسوا تضغطون زر لايك وتشتركوا في القناة، كنتم مع العبيثة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.